هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث قصفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أكثر من 200 هدف في حي بمدينة غزة وحدها، فضلا عن غارات تركز أغلبها بمدينة خان يونس الجنوبية ومخيم البريج للاجئين وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 1078 شهيدا، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5300 مصاب، من بينهم 26 شهيدا في الضفة الغربية. ونتابع معكم مشاهدين على الهواء مباشرة القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. في هذه الأثناء أوضحت السلطات الفلسطينية أن الضربات الإسرائيلية دمرت حتى الآن أكثر من 22600 وحدة سكنية وعشر منشآت صحية وألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تسببت في نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل القطاع، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة نظرا للاعتداءات غير المسبوقة على القطاع. حذرت الأمم المتحدة من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية لأهالي غزة أصبحت أكثر صعوبة، معربة عن قلقها من إعلان إسرائيل الحصار الكامل على القطاع. في هذه الأثناء أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث أن حجم وسرعة ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة يعد أمرا تقشعر له الأبدان، داعيا إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. أعلن جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وذلك بعد نفاد إمدادات الوقود نتيجة للتصعيد المتواصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان جلال إسماعيل أشار في وقت سابق لأن توقف محطة توليد الكهرباء سيتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وتوقف جميع الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات وجميع المرافق الصحية على إثره، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هدد بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود.